مساء الخير والفل والسعادة على كل هو وكل هن بيشوفونا دلوقتي. يوم جديد من أيامنا من هو هن على شاشة قناة المحور. عندنا حاجات كتيرة جدا، لكن خلوني في البداية أرحب بمرموري. ازيك يا نرمو؟ أخبارك يا حبيبتي؟ كله تمام؟ طبعا في البداية بسلم على كل مشاهدي قناة المحور في كل مكان. النهاردة يوم جديد وحلقة جديدة من حلقاتنا في هو هن. النهاردة بقى هبدأ كلامي كده بمشكلة كبيرة جدا جدا، ممكن تكون شغلة بال ستات كتير، أو في ستات كتير بيفكروا إن هم يعملوا كده. النهاردة يعني من كام يوم كده قريت تقرير، كنت لسه بحكي مع نرمين لقضية خلع رفعتها واحدة على جوزها. الأسباب اللي خلت الزوجة تعمل كده عشان تنفصل أو تخلع جوزها، كان لازم النهاردة نناقشوا الحقيقة. فهو هنا ست دي بتقول إن جوزها بخيل جدا جدا جدا، ومن كتر البخل في فترة حملها جالها فقر دم. المصيبة بقى إنها كانت حامل ساعتها في توأم، استحملت الفترة دي بشكل كبير وقالت ممكن ده يتغير، زي ما أي واحدة ست بتقول ده ممكن بعد كده يحصل تغيير، ممكن لما يشوف ولاده بقى قدامه ويفرح بيهم الدنيا تتغير. فأعتقد إن ده بيبقى فكر ناس كتير، بس الغريبة إن هو يعني بيتكلم حصل العكس بخيل في الأكل تماما. يعني بخيل في الأكل، يعني جالها فقر دم، ده من قلة الأكل، فدي حاجة بشعة الحقيقة. هو زي ما أنت بتقولي بقى، أو يعني تكملة على كلام مروة، إن هو حصل العكس، ان هي قالت يمكن لما تخلف، زي الستات كتير يقول لك ايه، لما يتجوز هيتغير، لما اخلف هيتغير. محدش بيتغير يا جماعه، اللي فيه طبع، زي ما في مثل كده بيقول لك الطبع بيغلب التطبع. بعد ما هي ولدت قعد في مره عادي بقى ولادها شويه كده بتاكلهم فراخ ولحمه وبتاع، قعد برضو يهينها وقعد يضربها، ويعني تصرف برضو غريب جدا. وهي بررت له، قالت له طيب دول ولاد وصغيرين ويعني محتاجين اكل، وهي نفسها محتاجه اكل، لان الست في فتره الرضاعه كمان بتبقى محتاجه تتغذى كتير جدا علشان يعني ترضع الولاد دول. لقت ان مفيش فايده، وزي ما قلنا ضرب وشتيمه ومهانه وتهزيق على طول. هي راحت اتجهت الحقيقه على طول، وقبل كمان ما تتجه للخلع قالت له طب سيبني اشتغل، يعني سيبني انزل الشغل. هو رفض. طيب يعني انت لا بترحم ولا بتسيب رحمه ربنا تنزل، طب انت عايز ايه؟ ده بقى مش بخل يا نرمين، يعني هي برضو رفع عنه الحرق. هقول لك، لا البخل بيبقى ممكن هي لما تقول له انا هنزل اشتغل ترفع عنه الحرق خلاص، يسيبها ويريح دماغه ويقول هي هتصرف على البيت. ولو ده بخل فعلا كان هو اداها الاريحيه انها تنزل تشتغل. لا ما هو بخيل برضه، هو عايزها تبقى ما انا في بيته. ده بقى مش بخ... ده مش ب... ده بقى اكتر من البخل، اللي هو عنده امراض نفسيه ممكن يكون بيمارسها على زوجته، ان هي مثلا بتعرض عليه انها تنزل تشتغل عشان طبعا تجيب يعني اكل لعيالها ولبيتها وطلباتها واحتياجاتها اللي كمان للتوأم اللي عندها. هو قال لها لا، فده انا اعتقد ده مش بخل، بس ده كان لازم فعلا يحصل كده، لان كان في شتيمه وكان في ضرب وكان في مهانه، خصوصا كمان ان هي يعني قالت، وهي اللي بتبقى والده توأم دي يعني بيبقى الله يكون في عونها لحد 6 سنين تبتدي تكلميها، لكن تقول لك بعد لما تولد انا هنزل اشتغل، فدي طبعا بس انا مستغرباها في حاجه، يعني زي ما انا قلت الطبع بيغلب التطبع. طيب دي المفروض وانتوا في فتره الخطوبه اكيد شفتيه، يعني اكيد شفتي حاجات، لانه مثلا الضرب والشتيمة هو مش بيجي فجاه، ده بيبقى باين من ايام الخطوبه على فكره. بتشوفي، مش لازم اقول لك يضربك، بس في انا شفت شخصين نماذج بيضربها فتره الخطوبه، هي تقول لك ايه لا انا هستحمل اصل انا بحبه، اصل هو يتغير بعد الجواز. حبيبتي مفيش حد بيتغير بعد الجواز، بالعكس ممكن الواحد يسوء اكتر، لانه خلاص اتقفل عليهم باب بيت واحد، فزي ما بنقول بتشال الحياء ما بين الطرفين. فلو هو الزوج او الزوج، على فكره بتكلم على اي من الطرفين، لو عندهم استعداد للغلط او قله الادب او التجاوز، لا صدقوني الموضوع بيزيد اكتر. فانت برضو انا اسفه جدا، انا بلوم على حضرتك ان انت كملتي وانت في فتره الخطوبه، اكيد كانت في مؤشرات، او يعني زي ما نقول في لومط كده بتنور، اول ما كنت تشوفي اللومط دي لا اجري يا مجدي، يعني يعني كنت تمشي بطولك طبعا بدون اولاد، عشان طبعا ما يحصلش الموضوع لحد الخلع والمحاكم ويبقى فيه كمان طبعا، بس طبعا ده نصيبها. نصيب بالظبط. خلينا بقى نروح النهارده نقول معانا في ايه في حلقتنا في هو هن. هيكون النهارده معانا عضو جميل الحقيقه من مسلسل مليحه، الفنانه الجميله الصغيره شهبه محمد، اللي جسدت شخصيه بنت الفنانه او بنت مليحه في المسلسل. احداث المسلسل هنعرف تفاصيل كتير جدا عن الكواليس وعن ايه اللي كان بيحصل، وهي استفادت ايه عشان هي سنها صغير و يعني شاركت في احداث مسلسل مهم زي ده. بالظبط، مسلسل مليحه الحقيقه كان بيتناقش او بيناقش القضيه الفلسطينيه وقصة بنت من فلسطين. دي إن شاء الله هتكون في ضيافتي، هيكون في ضيافة مروة بقى البلوجر السفر دينا عسل،
هنتكلم بقى عن رحلاتها في الخارج ونعرف كده الرحلة والمغامرات بتاعتها في الفقرة إن شاء الله هتكون في ضيافة مروة، عشان كمان اللي بيحب السفر يعرف يروح فين ويعمل ايه وكمان بأرخص الأسعار. والفقرة الثالثة كالعادة هيكون معانا فقرة المطبخ اللي بناكل فيها وبنستمتع فيها بأكل كمان لطيف وسريع وكمان إن شاء الله يكون صحي. تعالوا نطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع ونبدأ أولى فقرتنا الحوارية. نكتشف عوالم جديدة بعيون ضيفتنا اللي منورانا دينا عسل بلوجر السفر، اللي هنتعرف منها ونعرف أسرار كتير ومغامرات عن السفر حول العالم. والحقيقة ضيفتي النهاردة سافرت 30 بلد تقريبا، هنعرف منها تفاصيل كتير مهمة عن إزاي نخطط لرحلتنا، إزاي ننظمها، إزاي نسافر أي بلاد ونتفسح بس بأقل التكاليف، ونصايح كتير هنسمعها منها. ضيفتي النهاردة هي دينا عسل بلوجر السفر، أهلا بيكي منورة. أهلا يا مروة، أخبارك إيه؟ الحمد لله. اللي أنا عرفته عنك إن أنت مهندسة وكنت لاعبة كرة طايرة في منتخب مصر، بس يعني قلبتي او رحتي لكارير تاني واتجهتي للسفر، وليه بقى التحول ده؟ ولا انت بتحبي السفر من صغرك ولا ايه الحكايه بالظبط؟ هو السفر كان جزء من حياتي لان انا كانت عائلتي عايشه في الخليج، فكان ده كان جزء من طفولتي، انما الحب الحقيقي فعلا بدا من مرحله ما انا كنت في المنتخب، لان ده كان شيء طبيعي جدا. بتسافروا كتير اكيد؟ اه، المعسكرات والبطولات وكده كانت بتخلينا بنسافر كذا سنه كذا مرة في السنة يعني. بس أنا لما حتى بطلت ألعب رياضة بروفيشنال ما قدرتش أوقف السفر، حسيت إن أنا محتاجة أشوف تاني، وبقت بالنسبة لي الدول دي هي إلا زي رصيد أنا عايزة أحققه كل سنة يعني. دلوقتي الناس بقى عندها ثقافة تانية مختلفة، مش هنسافر بلاد هنا، عايزين نروح برا ونشوف الأماكن الجديدة، نروح بلاد جديدة، نشوف ثقافات جديدة، نتعرف على ناس جديدة. الترتيب او الفكر نفسه لما انا اجي اجهز الوجهه انا رايحه لها او ديستنيشن مثلا بلد هنا بلد هنا، الدراسه انت لما بتيجي تدرسيها حسب ايه؟ كان زمان في الاول انا كنتش بشيل هم خاص القصه دي، لان انا كنت زي هيئه دبلوماسيه كده لما كنا نسافر ما كانش في اي عقبات. حسيت بقى بيها اول ما بدات اسافر لوحدي ان اول عقبه عندي هي الباسبور بتاعي ده يقدر يعمل ايه. أنا ببدأ أول حاجة بهتم بيها الدولة دي دخولها صعب ولا سهل، الفيزا بتاعتها أخبارها إيه، هل ورقها ممكن، هل بتاخد وقت كتير يعني عشان تطلع تكلفتها عالية. دي أول عقبة أو أول حاجة بعتبرها تشالنج ليا علشان أبدأ أفكر في البلد. تاني حاجة طبعا اللي أنا هصرفه هناك، يعني هل تذكرتها غالية، هل مثلا مصاريف هناك العيشة عامة في حد ذاتها غالية بالظبط. طب يعني سؤال، أنت بقى الدراسة دي بتدرسيها يعني من خلال إيه؟ انا مع الوقت بقى ليا زي تكنيك كده يعني. ومش هنكر ان اي حد مثلا بيفكر ان هو يسافر اي بلد من البلاد اللي الناس كتير بتسافرها، اليونان، تركيا، دبي، كل الناس دلوقتي بتفكر ان هي تروح تتفسح بره او مثلا تغير جو. الحاجات اللي انت بتقوليها دي، التكلفه والمعيشه والاوتيل والاكل هناك والمواصلات، كل الحاجات دي انت بتعرفيها عن طريق، اكيد انت عندك دلوقتي خبره، بس دلوقتي الناس اللي بيشوفونا لسه ما عندهمش الخبره الكافيه ان هم يعرفوا ده ممكن يتعرفوا عليه من خلال ايه؟ احنا في الزمن حظنا حلو جدا ان كل حاجه بتاكد زرار يعني. زمان كنت بروح لشركات سياحه، الكلام ده مثلا من 15 سنه، ويقعدوا يوصفوا لي في الفندق وهنعمل ايه في برنامج الزيارات، وانا ما شفتش حاجه من ده خالص. دلوقتي انا اقدر اعرف كل كبيره وصغيره عن البلد اللي انا رايحاها، اقدر اعرف يعني حتى التفاصيل من حته المواصلات، الوجبات اسعارها ايه، الاماكن بالظبط، المزارات حتى اللي ببلاش واللي بفلوس. فده كله بيأثر على كريتيريا البرنامج اللي انا بعمله. في حاجات، في دول انا ببقى عارفه ان انا رايحه مش هدخل فيها مزارات، مجرد بس وجودي في شوارع البلد ده في حد ذاته سياحه. في دول تانية لا، انا لازم اروح للمكان ده مثلا، للمزار ده. فالدنيا دلوقتي اتطورت، حته ان لو حد يقول لك انا مش عارف ابتدي منين، ابسط حاجه ان احنا يبدا يقول لك ايه، what to see in this country مثلا، او is it worth to visit، يعني هل تستحق الزياره، ويبدا بقى يكتشف. طب تاني حاجه بقى نشوف اغلى حاجه اللي هي تذكره الطيران، هل هي كويسه، الفنادق هناك، الاقامه كويسه، يبدا بقى ايه يشكل التركيبه دي. لان انا كنت حتى مسميه البيج عندي معادله سفر، لان هي فعليا معادله، هي انا هتنازل عن ايه قدام ايه، تروحي لهنا وتخلي عندها عشان ده موجود، ففعلا ليها دراسات كتير. طب انا عايزه انقل بقى خبرتك للناس اللي بتشوفنا دلوقتي، هل في عادات معينه انت ممكن لازم تتبعيها او تعمليها قبل السفر، ودي بتبقى حاجات مهمه جدا ولازم اي حد بيشوفنا النهارده ما يفوتش الحاجات دي او العادات دي؟ العادات دي ان انا بحاول اتفادى الاخطاء اللي كنت عملتها قبل كده. طب هقول لك على حاجه، تعالى نتكلم ايه هي الاخطاء وبعد كده نقول الخطوات اللي لازم نتبعها. اكبر خطا
هو اختيار الوقت الغلط طبعا. ده قدر يدمر لي سفريات كامله. يعني مثلا اي حاجه في جنوب شرق اسيا لازم ناخد بالنا قوي من حاجه اسمها مونسون او الايه الموسم الممطر ده، كفيل ان هو يقعد يمطر طول الفتره ويدمر لك اي سفريه. زي بلاد ايه كده؟ زي تايلاند، اندونيسيا، عندنا برضو سنغافوره، ماليزيا. بس دي بتبقى بالصدفه. عايزه اقول لك يا دينا ان انا كنت في احد البلاد اللي هناك كان في الصيف ولابسين صيفي وكده، بتلاقي الاربع فصول في وقت واحد، يعني حر جدا، مطره، الدنيا ما فيش شمس، يعني تحس ان انت يعني برضه بالصدفه. ده اليوم الحلو بتاعهم لان هم جو استوائي، ده طبيعي. انما فعلا في مواسم انتوا لازم تتفادوها علشان في بقى حاجات ما فيش اكتر من كده، مش هنخرج اصلا. يعني زي ممكن يكون بقى في برق ورعد والكلام ده، والرياح تبقى جامده جدا وسيول ما تقدرش. يعني معظم الرحلات اللي هي مثلا زي الادفنتشرز، يعني مثلا رايحه شلال، رايحه ازور كهف، قال لي استحاله دلوقتي في المطره دي، استحاله. ففي فعلا سفريات كامله باظت بسبب كده. وسبب طبعا الهاي سيزن، يعني انت دايما تحاولي تتفادي فكره الهاي سيزن في اي بلد رايحاها. يعني مثلا بالنسبه لاوروبا الصيف ده بيبقى عالي جدا، الكريسماس برضو ده بيبقى تلات ارباع المحلات قافله. ففي حاجات لازم نعمل لها دراسه يعني جامده جدا، بالاخص اللي هي موضوع التوقيت. احنا بقى شايفينك دلوقتي عشان كل الناس برضو يشوفوا او يقولوا احنا يعني انت تراجعي معاهم بقى احنا انت هنا فين وكنت بتعملي ايه والاوضه اللي انت كنت فيها دي ايه. دي كانت فيديو نصيحه عن تجربه، يعني ان انا جيت استرخص شويه في تذكره وانا راجعه من اندونيسيا، لقيت ان تقريبا فرق 10,000 جنيه بس لو قعدت 15 ساعه ترانزيت. انا متعوده على نومه المطارات، بس انا اوريدي جايه من رحله متعبه ورحت المطار، انا بعد الساعه 7 رقبتي جالها، يعني حسيت خلاص انا مستعده ابيع هدومي بس انام على السرير. خلاص رحت الفندق. بس اعتقد في المطارات دلوقتي بقى يعملوا زي استراحات كده تنامي فيه في سرير وكده. ده فعلا، بس انا مش في كل المطارات. فوجئت ان كان سيزون عالي قوي وكان زحمه جدا. رحت اسال على الفندق ده، فوجئت ان هو مش اوض، هو سرير ومتحوط بحيطان، ودفعت فيه بالساعه، اخدت 6 ساعات. فده بقى لما المساومة توصل لمرحلة بس أنام 6 ساعات وسيبوني هدفع اللي انتوا عايزينه. دي كانت تجربة. كان غالي بقى ساعتها دي؟ كان ايه؟ كان غالي؟ يعني انت موفرتي العشر 10,000 جنيه في التاكت ده تقريبا جبتهم في النومة دي. في النومة دي كنت تنامي على الارض وخلاص. والله حاولت، في ناس كتير تقول لي كنت نامي على الكراسي. خلاص، هو فعلا انت لازم يعني دماغك لازم يعني ترتاح، او انت بتفصلي كده خلاص مش عارفه ان انت هو فعلا انا بدات بقى يعني ادخل في مرحله يعني غضب، دماغك تبقى فيها خلل بعد كده. والله فعلا. ما كنتش شايفه كويس، وكانت احكامي بقى يعني بحكم حاجات غريبه وبزعق لناس غريبه. فحسيت لا، انا محتاجه نوم يعني مريح. طيب دلوقتي في ناس بتحب البلاد ان هي تروح تعمل فيها شوبينج، وفي ناس بتقول لك لا انا عايزه اتفسح، في ناس تقول لك انا عايزه اروح اماكن فيها خروج واكل سهر وحاجات زي كده. اختيارك للرحلات بتبقى ليها اكيد اسس ومعايير، قولي لي نعمل ايه عشان نختار مثلا الفسح، الشوبينج، الخروجات، يعني انت لازم تقولي لنا برضو خبرتك في كل البلاد. انا السؤال ده دايما بتساله في الاول كده، خاص حد يقول لي قولي لي بلد حلوه راح، اقول له لا، ما تيجي نعكس، انا هسالك شويه اسئله كده وانت تقول لي كده. انت انت ده اللي هيحدد لي بلد. اول حاجه انتوا ايه، هل انت سنجل، كابل، عيله، فاميلي؟ ده بيحدد قوي حاجات كتير. تاني حاجه، انتوا بتحبوا الفرهده والادفنتشرز ولا المناظر الطبيعيه ولا التاريخ ولا المزارات ولا الشوبينج؟ وبعد كده اخر حاجه خلاص، باسبورك ايه؟ لازم برضه باسبورك ايه للأسف. عشان فعلا بقى في صعوبه بشكل كبير جدا، وبقى ملحوظ دلوقتي في اخذ التاشيرات او الفيز لبعض الدول، وبقت طبعا مبالغ فيها بشكل كبير جدا في الفيز بتاعتها. طيب اكتر البلاد اللي حبيتيها اللي رحتيها ايه؟ اكتر بلد فعلا اثرت فيا لحد دلوقتي اليابان، ودي كانت بعيده جدا. ايه اللي عجبك في اليابان؟ التكنولوجي بتاعتهم ولا نظامهم؟ يعني انا انبهرت بالصين وتايلاند. اوكي، انبهرت. هم نفس العقليه، بس اليابان تحسي كوكب لوحده كده خالص. اكتر حاجه اثرت فيا اخلاقياتهم، يعني اول مره اشوف عالم متحضر كده وعنده الاخلاقيات دي، وفي نفس الوقت يعني عندهم ميول غير طبيعي للتطور. يعني دي حاجه، انا رحت كنت بطوله عالم سنه 2003، بعدها بثلاث سنين رحت طوكيو تاني، بعد ثلاث سنين بالظبط مش هي نفس المدينة. المكان، التطور عندهم غير طبيعي، ما بيقفوش. يعني رغم ان هم رغم ان هم فيش مقارنات مع مثلا مع دول تانية، بس حساهم هم فعلا في خط سير كده لوحدهم تماما. يعني بصي قولي لي اكتر القصص اللي شفتيها كانت مثيرة ليكي هناك في بلاد
او في بلد مثلا الموقف ده ما تقدريش تنسيه او الحكايه ما تقدريش تنسيها حصلت لك في اي بلد من البلاد اللي انت سافرتيها؟ انا بهتم قوي بالثقافه وبحترمها جدا، لان من اكتر حاجات اللي لازم نتعلمها واحنا مسافرين التقبل. فكره ان انا لازم اجي بالكالتشر بتاعتي افرضها على حد او هو يفرض الكالتشر بتاعته عليا، دي يعني فكره غريبه شويه. فانا بحب قوي اشوف الاديان. ففي سريلانكا كانت في مدينه اسمها كاندي، كان في تمبل اسمه ذا تمبل اوف ذا توس، يعني المعبد بتاع الضرس او السنه. فانا اعرف انه مزار، فروحت انا فوجئت فعلا ان هم بيعبدوا سنه. يعني سنه حط يعني، والمعبد رائع طبعا. تقعدي يعني خلاص عقلك هيقف. يعني الناس بتعيط وبتسجد. انا بقى سالت بقى ايه القصه وراها. ده مجموعه من الناس ولا دي ديانه البلد؟ ديانه لا، المدينه دي فيها الاغلبيه بيعبدوا يعني ديانتهم هي في المعبد ده. فهم قالوا لي ده كان راهب، كان نوع من انواع يعني احتجاج على حاجه، حرق نفسه، والشيء الوحيد اللي لقوه منه كان درسه. فهو ده بقى اللي قدسوه بقى يعني مكان بيصلوا فيه علشان الدرس. مثيرة جدا وغريبة. طيب قولي لي الجزر اللي انت زرتيها. في ناس كتير قوي دلوقتي بتفضل انها تروح تعمل عارفة تسترخي كده نفسها او جسمها او عقلها او تفصل كده، يشدوا الفيشة زي ما بيقولوا، بيحبوا الجزر والبحر والاماكن الحلوة والخضرة والمناظر الطبيعية. ايه اكتر البلاد اللي شفتيها كان فيها الحاجات دي وبسطت فيها جدا جدا جدا، والسيزون بتاع الجو فيها كان يعني الوقت فيها كان حلو او التوقيت ده كان كويس؟ هو انا الحمد لله رحت جزر كتير، بس مؤخرا كان في جزيرة اثارت جدل حتى في الفيديوز، جزيرة سيشل. سيشلز دي اصلا دولة افريقية ملهاش فيزا. فانا يعني استعدت نفسيا ويعني ومهدت لنفسي ان انا رايحة جزيرة بركانية، يعني ما فيهاش اي حاجة تتشاف غير شواطئ روعة روعة. فانا لما رحت لقيت ان هي الجزيرة ضمة ما بين حاجات كتير قوي، زي مثلا جزر البهاماس، زي هاواي، في نفس الوقت مثلا الجمال بتاع اسيا. فكانت بالنسبة لي من اجمل الجزر اللي انسجمت فيها جدا. كان معظم التعليقات بيقولوا لي مفيش حاجه فيها تتعمل، البلد غاليه. هي دي الفكره، انا عارفه ان انا رايحه بعمل ايه، لدرجه حتى كان في الفيديو شرحت يا جماعه انا جايبه معايا اكلي. دينا بتروحي معاكي اكلك معاكي حد من صحابك ولا انت بتفضلي تروحي لوحدك تسافري لوحدك؟ لا انا اوقات بكون لوحدي، اوقات صحابي، اوقات جوزي. طب انا عايزه اكلمك بقى يعني بيني وبينك كده عن السفر لوحدك، ايه رايك فيه؟ مرعب. بموت في السفر لوحدي. وما كنتش سايق، هو مرعب يعني ممتع، وبيخليكي تكتشفي جوانب من حياتك ما كنتيش تعرفيها، وبتنمي شخصيتك بطريقه عاليه. أيوة جدا. طبعا انا في ناس بيقول انت مجنونه يعني كتير. لا 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 بالعكس، انا بشجعك جدا. 10 ساعات انا بحب جدا السفر لوحدي جدا، ولا عايزه حد. واقول لك على حاجه، يعني في بعض البلاد مثلا في جنوب شرق يعني زي تشاينا وممكن حتت ثانيه كتير، هونج كونج وكده، بيبقى في اوتيلات معينه للعرب انا ما بحبش كمان اقعد فيها. صبت ولا عايزه حد يكلم حد ولا حد يرد عليا. انت رايحه تستكشفي. انا خلاص. مش عايزه حاجه انا عارفاها يعني، ولا اي حاجه، ولا تتكلمي ولا اي حاجه. فكويس ان انا لقيت حد زي انا. لا كل انا جدا انت مجنونه على فكره. لا لا انا بفضل ادور على اي اجازات او اي وقت مناسب وبلد فيزتها سهله واطلع لوحدي. ما بستناش، لان انا الصراحه استنيت فترات كبيره في حياتي ان الجروب مثلا من صحابي يجي معايا، او مثلا ناس شبهنا. ودي على فكره مشكله جامده جدا في السفر، انك تطلع مع حد شبهك في يعني نحط بقى هنا ايه 20 خط كده تحت الكلمه. ما تيجي تسافروا مع حد، سافروا مع حد شبهكم، ما يتعبكوش في السفر، لان السفر هو اللي يعني اختار الرفيق قبل الطريق. بالظبط. انا مقوله يعني بؤمن بيها جدا جدا جدا، لان مهما تكون قريب من حد في السفر انت بتعرفه على حقيقته. ده بالظبط يعني. فعلا. قولي لي بقى انت لما بتيجي يعني في اخر كده الفقره، لما بتيجي تفكري انك تسافري بلد، هل بتلمي معلومات بس من خلال انترنت وبتكتفي بده، ولا ممكن تستعيني بحد مثلا في شركه سياحه او تسالي مره واتنين، ولا خلاص خدتي بعض المعلومات وشفتي بعض الصور وانا هتكل على الله كده واسافر؟ بشوف طبعا ده، بس احلى معلومات تاخديها من السكان بتوع البلد. يعني انا لازم ليا فقره كده احاول اتعرف على اي حد، حتى لو ما لقيتش اروح للريسبشن اتكلم مع مع الولد اللي في الريسبشن، اتكلم مثلا مع سواق الاوبر، لازم اخد افكار واشوف وجهات نظرهم. لان السكان المحليين غير خالص اي حاجه على النت، لان كل حاجه بتبقى على النت تبقى دعائيه ليها لا غرض. الخطوه نفسها عادي، انت ممكن تشوفي صور في بلد وتعجبك وتروحي مسافره على طول من غير ما تسالي حد. بصراحه يعني انا بحب دايما انا اللي يكون عندي القرار. مش حد يقول لي لا 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 ما تروحيش دي وحشه. لا خليني انا اروح وارجع لك بقراري.
انت نورتينا النهارده جدا يا زينة، بجد كانت فقره جميله وعرفنا ثقافات مختلفه عن بلاد احنا ممكن نروحها ونتفسح فيها، وعرفنا اهميه السفر ايه، وعرفنا يعني ايه لما بنيجي فعلا نفكر ان احنا نفصل شويه او نسافر بعض البلاد عشان طبعا ايه زي ما بيقولوا كده نستعيد طاقتنا من جديد. بشكرك جدا على وجودك معايا. العفو علي، ميرسي جدا. مشاهدينا كده فقرتنا انتهت، ولكن لسه مكملين، هنروح لفاصل صغير ونرجع تاني، استنونا. من ضمن المسلسلات الحقيقة اللي تعرضت في شهر رمضان في النص الثاني مسلسل مليحة. مسلسل مليحة الحقيقة كان من المسلسلات الحلوة جدا اللي ناقش قضية مهمة جدا، وهي القضية الفلسطينية، وتحديدا ان هي بنت كانت في فلسطين واثناء الانتفاضة سنة 2000 مشت من فلسطين وراحت ليبيا، عاشت مع جدتها وبعدين رجعت تاني لفلسطين. المسلسل الحقيقة كان بطولة الفنانة الكبيرة القديرة ميرفت أمين، الفنان دياب، والفنان أشرف زكي، ومن تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة. المسلسل ده تحديدا كان بيشارك فيه مجموعة كبيرة من الأطفال، من ضمن الأطفال دول هي ضيفتي دلوقتي، هي الفنانة الطفلة السورية شهبة محمد. يا شهبة أخبارك إيه؟ الحمد لله بخير. فنانة بقى خلاص؟ خلاص بقينا في حتة تانية. أخبارك إيه؟ الحمد لله كله بخير. تمام؟ خلينا نعرف بس الناس الأول بيكي. أنت عارفة معنى اسمك يعني إيه؟ شهبة؟ اسم مدينتنا حلب الشهباء. ده في سوريا. أوكي. مذكور برضو في القرآن. في القرآن. الله، برافو عليكي. طيب برضو نعرف الناس أكتر بيكي. أنت عندك كم سنة؟ في سنة كام؟ يعني كده بقى عرفي الناس بقى بشهبة. ماشي، أنا عندي 9 سنين. وسنة ثالثة ابتدائي. اوكي، شاطره في المذاكره؟ يا شيخ. اكيد. ماشي، قولي لي انت دخلتي التمثيل ازاي؟ دي اول مره تمثلي ولا مثلتي قبل كده؟ لا، مثلت قبل كده. مثلتي قبل كده. طب قولي لي دخلتي التمثيل اصلا ازاي؟ كنت عند المس، فكانت استاذه فاطمه الصوفي كانت عندها. اوكي. فايه حبتني وكده، فاخدتني على اول مسلسل ليا دومينو. ده لسه هيتعرض المسلسل ده. بس اللي صورتيه واتعرض مليحه. طيب قولي لي المسلسل ده مع مين بقى هتصور، يعني مين الابطال او كده؟ مسلسل دومينو. دومينو. استاذه دينا الشربيني. ده انت محظوظه جدا جدا، يعني دينا الشربيني جميله جدا وتمثيلها حلو وما بتعملش حاجه وحشه. صح. طيب خلينا اسالك كده، كلميني عن مسلسل مليحه. يعني مسلسل برضو مش مثلا مسلسل ايه حاجات اطفال حاجات كوميدي، لا، مسلسل صعب انه بيناقش القضيه الفلسطينيه. فاحكي لي عن دورك في المسلسل ده كان ايه. انا الطفله مليحه، بنت مليحه. في مليحه الكبيره ومليحه الصغيره. مليحه بنت مليحه. اللي هي انا صغيره ومامتي الكبيره بقى. اوكي. مفيش عندها ولا ميه ولا اكل ولا نور. ده المفروض انتوا في فلسطين. وعايشين مع ستي الطاف. أوكي. الاستاذه ديانا. و اسمه ايه، وام ياسر وابو ياسر. كان شايفه ان التمثيل في مسلسل زي ده كان صعب؟ يعني قعدتي مثلا تحفظي كتير؟ في حاجات مش فاهماها؟ لا، احنا كانوا الكرو بقى كانوا كلهم حلوين جدا. مين كان بيحفظك؟ يعني مين كان بيقعد يذاكر لك، مامي ولا لا حد من الفنانين او في الاخراج او يعني في الكرو بتاع الشغل؟ مامي. برضو في ناس في الشغل بس في مليحه بقى. مامي هي اللي بتساعدني. انا بوجه تحيه لمامي كبيره جدا، لان زي ما انا قلت لك انا مامي زيها وعارفه يعني ايه ام، فان هي في المذاكره ولو بتاخدي دروس ولو بتتمرني حاجه ولا ما بتتمرنيش؟ لا، بتمرن حاجه كمان. برافو عليكي. ولا بتتمرني ايه؟ بتمرن سباحه. الله، برافو عليكي. اوعي توقفي التمارين حتى لو جالك شغل كتير جدا، بس خلي للتمرين يبقى له وقت. اتفقنا؟ اكيد. طيب مامي بقى بتقعد تقول لك ايه، شهبه ما تعمليش كده، شهبه لا ما تمثليش كده، لا يا شهبه كان مش عارفه كده احسن، ولا لا بتسيبك وفي الاخر لما بتروحي البيت بقى بتقعد تتكلم معاكي؟ لا، هي في التمثيل مثلا بتقول لي علي صوتك شويه، الحاجات دي. بتقعد تديكي كده ملحوظات صغننه. طب مين من الفنانين بقى في المسلسل كان بيقعد يقول لك يعني يشجعك، يقول لك برافو يا شهبه، انت شاطره يا شهبه كده يعني؟ الاستاذه ديانا هي ستي الطاف. ومليحه.
هي مديحة الكبيرة سليم خاص. اوكي، كانوا بيشجعوكي قوي. مين اكتر فنانة نفسك تبقي زيها، اللي هو ايه ده الله نفسي ابقى زيها لما اكبر؟ دينا الشربيني. برافو والله، يعني مبسوطة ان انت قلتي كده، لان دينا الشربيني يعني بجد من الفنانين، واكيد انت اتعاملتي بقى معاها. انسانة محترمة وانسانة طيبة ومفيش عمل بتعمله اللي لازم بيكسر الدنيا. صح كده؟ طيب احكي لي بقى عن الكواليس بقى، وهيبقى معانا صور هنشوفها دلوقتي. وانت اثناء بقى التصوير في البريك بتقعدوا تعملوا ايه؟ بتهرجوا، بتضحكوا، بتقعدي تذاكري، بتعملي ايه في الكواليس؟ لا بالكواليس بنقعد ونتكلم ونضحك وتقعدوا تهرجوا كده. ما كنتيش خايفة ان انت تدخلي تصوري المسلسل ده؟ مسلسل برضو تقيل، مش مسلسل خفيف، يعني مسلسل برضو بيناقش قضية الفلسطينية، فمسلسل تقيل، وشايفين هو احنا جزء من الدقيق في الكواليس دي، صح؟ طيب احكي لي عن المخرج الكبير عمرو عرفة، ده مخرج كبير جدا. احكي لي بقى كان بيتعامل معاكي ازاي؟ يقول لي مثلا لما بكون مطية صوتي شوية يقول لي يا حبيبتي علي صوتك شوية، ما بيزعقش. لا 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 خالص. اصل في مخرجين كتير بيقعدوا يزعقوا ومش عارفة ايه بس بجد ويوطروا الواحد كده، يعني الطف مخرج بشوف في حياتي بجد. الله. طيب اكتر مشهد انت عملتيه وحسيتي انه المشهد ده ايه ده الله، ده انا حسيتيه، عارفه اللي هو يعني انا مثلا هديكي مثلا، انا في شغلي مثلا هنا ساعات ابقى عامله حلقه واقول الحلقه دي حلوه قوي عجباني قوي، وساعات حاجه تانية حلقه اقول ايه مش عجباني قوي بصراحه. انت اكتر بقى مشهد عملتيه وكنت طالعه اللي هو لا انا عاجبني المشهد ده قوي؟ لما كنت برسم وستي الطاف ومليحه كانت بتقول لي الحكايه وكده عن الوحوش اللي هم اسرائيليين. ده كان اكتر مشهد عاجبك. طيب احكي لي بقى بعد خلاص انت بقيتي النجمه الفنانه شهبة، صحابك بقى في المدرسه كان رايهم ايه بقى لما المسلسل اتعرض؟ المدرسين بتوعك كلموك يقولوا لك حلو يا شهبة برافو عليك، يعني كانت ردود افعالهم ايه؟ وبقيتي مغروره وشايفه نفسك ولا لا؟ لا 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 خالص. صح؟ اكيد. كل ما امشي يقولوا لي يا نجمه يا مليحه صغيره كده. بتتبسطي بالكلام ده؟ طيب بتسعي بقى ان انت تدخلي في يعني في مكاتب مثلا اللي هي مكاتب الكاستنج، ان احنا بنروح مثلا لهم بنحط صورنا مثلا، بتعملي زي تيست كده كاميرا او حاجه؟ عملتي الكلام ده ولا ما عملتهوش؟ لا عملته. عملتيه؟ طيب وهتعمليه تاني ان انت عايزه تكملي في موضوع التمثيل ولا لا؟ لا عايزه تكملي. حلو. طيب عندك اخوات ولا انت لوحدك؟ لا انا لوحدي. انت وحيده؟ يعني دلوت مامي. صح كده. طيب احكي لي بقى انت في الحياه العاديه يومك بيبقى عامل ازاي؟ يعني احنا دلوقتي المفروض فتره بقى داخلين على امتحانات برضو، صح؟ بتذاكري ولا لا؟ لا بذاكر بس بصعوبه. بصعوبه يعني مثلا اطلع دي الجمله دي بصعوبه. طب انت اكتر ماده بتحبيها ايه؟ الحساب. الحساب. طب انت شاطره المفروض يعني. صح. طب وبتحبي الساينس والعربي؟ اكيد ما بتحبوش عشان صعب. الانجليزي والعربي حطيهم على جنب ما بحبهمش خالص. طب ما انت المفروض تكوني بتعرفي تحفظي، صح؟ يعني ما ده شغلك بقى خلاص. صح. بتاخدي صعوبه في الحفظ ولا لا بتحفظي على طول؟ لا بحفظ على طول طبعا، عشان حاجه على هواك، حاجه مش مذاكره خالص. طيب ناوية يعني كمان شوية بقى هتعملي ايه؟ كمان شوية هتعملي يعني ايه نفسك تعملي ايه المسلسل الجاي؟ عايزة تدخلي فيلم؟ عايزة تعملي مسرحية؟ نفسك تعملي ايه؟ عايزة اعمل كامل عدد لو عارفاه. طبعا عارفاه. استاذة دينا الشربيني. خلاص قولي لها تاخدك معاها بقى لو في يعني نتمنى يبقى في جزء تاني. ماشي ان شاء الله. طيب قولي لي كمان اكتر هواية بتحبيها؟ انت بتلعبي سباحة. بتحبي ايه تاني؟ بس طبعا انا عارفه ومتاكده ان انت مش هيبقى عندك وقت، لان الشغل مع الدراسه مع دول ثلاث حاجات حلوين، لكن لو عندك وقت ممكن تعملي ايه تاني؟ العب كره باسكت. انا اصلا لما كنت صغيره كنت العب جمباز. والله. طب وبطلتي ليه؟ عشان انتقلنا لاكتوبر. اوكي، عشان غيرتي المكان يعني. طب لما تكبري نفسك تبقي شبه مين؟ في دي استاذه دينا الشربيني. طب وتشتغلي مع مين؟ اشتغل مع مين؟
برضو دينا الشربيني. دينا الشربيني. طب احنا بنوجه تحيه بقى كبيره لدينا الشربيني وبنقول لها يعني عندنا شهبه هي يعني اي عمل بقى خديها معاكي لان بجد هي شهبه تستحق الصراحه، لطيفه ودمك خفيف ويعني بتاخدي كده يعني كانت داخله متوتره شويه بس يعني برافو عليها، توترها كان داخلي ما كانش ظاهر بس انا حسيت ان انت ممكن تكوني قلقانه شويه صح؟ اه بس عادي الحقيقه طلع سهل جدا حاجه بسيطه ما فيش حاجه اكن ما فيش كاميرات ولا في حاجه وقاعدين بنتكلم وبندردش مع بعض. في حد عرض عليكي حاجه تانية الفتره دي ولا لسه؟ اه ايه بقى احكي لنا. فيلم برضو انا وسيرين خاص برضو فيلم مصري ولا فيلم مش عارفه تقريبا فلسطيني تقريبا. طب انت بقى ممكن تاخدي يعني مثلا حاجه تجيلك فتقريها حاجة تعجبك قوي الله أنا عايزة أعمل الدور ده بس منطق مثلا تقولك لا يا شهبة الدور ده مش هيبقى حلو، الدور ده مش مناسب ليكي، الدور ده مثلا مش هيضيف لك مش هيعمل لك حاجة، بتسمعي كلام مامي ولا لا ممكن تعوضي تقنعيها أنتي؟ لا بسمع كلام مامي. يا شهبة قول يا شهبة هكنديها على فكرة هي معانا هنا في الاستوديو طبعا أنا بوجه لها تحية كبيرة جدا بجد يعني وربنا يخلي لك شهبة وربنا يبارك لك فيها هنديها لك هي معانا انا اديها لك. طب لو اتعرض عليكي دور كوميدي حاجه تضحك وكده هتعرفي تعمليها؟ اه اكيد بجد. اه طب تعرفي تعملي لي حاجه دلوقتي ولا دي صعبه؟ صعبه شويه. لازم يبقى معاكي ورق اصل انت برضو لسه مبتدئه لسه بنقول يعني يا هادي نقول بسم الله الرحمن الرحيم فانت لسه بتقولي يعني لسه. طيب نفسك تشتغلي ايه لما تكبري؟ لان خلينا نبقى متفقين مع احترامي طبعا لكل الفنانين والفنانات لكن انت لسه صغننه. اي واحد وهو صغير بيبقى نفسه دايما يقول لك عايزه اطلع دكتور، عايزه اطلع ضابط، عايزه اطلع مهندس. انت نفسك لما تكبري تطلعي ايه؟ مهندسه. بجد؟ بتعرفي ترسمي وكده؟ شويه. مهندسه ديكور. فنانه برضو. على فكره في ناس كتير بجانب شغلهم ان هم بيمثلوا لا هم على فكره بيشتغلوا عندهم وظيفه تانية. يعني ما تخليش ده يعطلك عن ده لان برضو بشوف ناس كتير بيقول لك ايه ما انا خلاص بقى اتشهرت وبقيت فنان وبمثل وبتاع لا اوعي تعتمدي على ده مستحيل. طب علاقتك بقى بالسوشيال ميديا ايه؟ عندك تيك توك بتعملي تيك توك؟ عندك انستجرام؟ عندك فيسبوك ولا ما عندكيش؟ انستجرام وفيسبوك وتيك توك. تعملي تيك توك؟ بعمل بس بحطهم يعني ما حدش يشوف. حاجات برايفت حاجات ليكي. يعني اصل بصراحه التيك توك دلوقتي بقى في حاجات مش حلوه. لا ما مش منزله. منزله واحد تاني بكتب مثلا دراسه او كده. يعني بتعمليها حاجات لنفسك يعني حاجات فور فان كده يعني انت وصحابك وكده يعني. طيب يعني خلينا اتكلم برضو عن بقى اروح للمدرسه بتاعتك شويه. المدرسين بقى عاملين معاكي ايه بعد ما بقيتي خلاص نجمه ومعروفه وبتاع بيتعاملوا معاكي ازاي؟ لا عادي زي ما بيتعاملوا من غير يعني تمثيل. بيزعقوا لما ما بتعمليش الهوم ورك مثلا او الواجب بيزعقوا لك وكده ولا يقول لا دي فنانه يا عم سيبها وبتاع ولا لا؟ لا 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 زي العادي يعني زيك زي زمايلك يعني بس انا اصلا مستحيل اسيب الهوم ورك يعني لازم اعمله. برافو عليكي والله برافو عليكي. يعني مثلا اول ما بوصل على البيت بحاول اذاكره لوحدي ولو ما فهمتش حاجات بتروحي بقى تاني طيب احكي لي بقى بمناسبه المذاكره لما يعني جيتي عشان يقولوا لك هتصوري يا شهبه الدور ده قعدتي تقري من قبلها بقد ايه؟ يعني تحضري الدور ازاي؟ قعدتي اللبس مثلا تقولي تتناقشي مع مامتك او تتناقشي مثلا مع حد من المساعدين الاخراج هناك في الـ في الـ في المسلسل، كنت بتحضري الدور ازاي؟ انا كنت يعني بلبس كذا لبس وبصوره وببعت له للمخرج والحاجات دي. وكانت ماما ممكن بتساعدك كمان في الموضوع ده ولا لا؟ لا طبعا. طبعا. ده ماما دي الاساس يعني. ربنا يخليها لك يا شهبه. ربنا يخليك. طيب يعني انا كنت مبسوطه ان انت موجوده معانا ويعني بتمنى لك كل حاجه حلوه في الدنيا وبتمنى لك كمان ان انت تمثلي تاني مع دينا الشربيني وتمثلي مع كل الناس اللي انت بتحبيهم وتكسري الدنيا زي ما كسرت الدنيا في رمضان اللي فات. ان شاء الله. بشكرك يا شهبه. ميرسي يا حبيبتي وكمان بتمنى لك ان انت في دراستك ركزي في دراستك. انا هكلم مامي على فكره بعد نهايه السنه اعرف انت عملتي ايه. خلاص ماشي. طبعا شفنا الجميله الطفله السوريه الصغننه
شهبة محمد، وشفنا كمان دورها في مسلسل مليحة وقد ايه كان دور لطيف وكان دور جميل. ويمكن زي ما انا قلت لها المسلسل صعب لانه الاطفال في السن ده ممكن ما عندهمش وعي قوي بقصة القضية الفلسطينية، لكن الحقيقة شكر يعني خاص لكل الاطفال المشاركين في العمل ده، وطبعا شكر خاص للمخرج عمرو عرفة. والمسلسل الحقيقة 15 حلقة بس، يعني زي ما بنقول كده هم 15 حلقة بس كانوا فعلا قدموا يعني كل التفاصيل عن القضية الفلسطينية. احنا اكيد لسه مكملين مع حضراتكم فهو هنا، لكن خلونا نطلع الفاصل ونرجع تاني بعد الفاصل. لسه مكملين معاكم فقرتنا فهو وهنا، فقره المطبخ، الفقره اللي كلنا بنستناها وبنحبها. النهارده اكلتنا هتكون سهله وبسيطه، ممكن اي حد في البيت يقوم يعملها من غير اي مشاكل، لان هي كل مقاديرها موجوده عندنا في البيت. دوسي اللي هتعمل لنا الاكله دي لبنى حماد، متخصصه في علم النفس والتغذيه. اهلا بيكي منوره. اهلا بيكي، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. زي ما انا قلت اكله سهله وبسيطه، وتقريبا الحاجات كلها او المقادير كلها في اي بيت مصري، اي واحده تقوم تعملها، اي حد من البيت مختلف الاعمار. قولي لي هنعمل اكل ايه وبعد كده نبدا كلامنا مع بعض. هنعمل النهارده فراخ بالكري، هنستعمل فيها لبن جوز هند، زبده، عسل، نشا، كري، ثوم وبصل، فلفل وملح. حلو قوي، يعني كل الحاجات دي موجوده تقريبا في كل بيت عندنا، وحاجات يعني مش هننزل نشتريها مخصوص، هتبقى صح. موجوده في كل بيت. طيب يلا نبدا كلامنا. يلا بينا. عايز اسالك في الاول، يعني ايه اكل صحي؟ اكل صحي هو الاكل اللي بيدي لجسمنا الغذاء اللي هو محتاجه. يعني اكل بسيط، يعني اكل مش مصنع، يعني اكل بيتي واكل مغذي. في ناس كتير قوي بتبقى رابطه كلمه اكل صحي ان انا هعمل دايت، صح؟ انا النهارده عايز اعرف يعني ايه اكل صحي، وفي نفس الوقت ابقى متبعه انظمه معينه تقدر ان هي تخسسني، ما تبقاش عامله، ما تعملش وزن معايا، وفي نفس الوقت برضو ما اكونش حارمه نفسي من حاجه. عارفه ان احنا عايزين كل حاجه، صح؟ طيب اول حاجه احنا محتاجين نفصل ما بين الاكل الصحي والدايت. الاكل الصحي ده حاجه انا محتاجه اعملها ايا كان وزني، لو انا عندي مشكله في الوزن او ما عنديش، محتاجه ان انا يكون الاكل الصحي ده جزء من حياتي. لان ايا كان نوع الوزن بتاعي، ده مش معناه ان انا مش محتاجه ادي لجسمي الغذاء اللي هو محتاجه. فجسمنا محتاج غذاء ايا كان وزننا ايه. فمهم قوي ان احنا نفصل ما بين الحاجتين، ودي من المشاكل اللي اكشلي بتسبب علاقه سيئه مع الاكل. ان احنا بسبب ان احنا ربطنا الاكل بس بوزننا، نسينا اصلا ان الاكل احنا محتاجينه عشان الغذاء قبل اي حاجه ثانيه. طيب ازاي تبني علاقه صحيه بين الشخص وبين الاكل؟ يعني انا دلوقتي المفروض يبقى في علاقه صحيه بيني وبين الاكل، ازاي ابني العلاقه دي، او ازاي الانظمه اللي اتبعها او الخطوات اللي انا اتبعها عشان يبقى في علاقه صحيه بيني وبين الاكل؟ طيب علشان يبقى في علاقه صحيه ما بيني وما بين الاكل، في ثلاث خطوات اساسيه. يلا بينا. الخطوه الاولى ان احنا يكون عندنا وعي غذائي. وعي غذائي يعني ابقى ببساطه عارفه ازاي اقدر اكون طبق صحي متوازن. ابقى عارفه لما انزل السوبر ماركت اشتري حاجات، اعرف اقرا اللي مكتوب عليها، افهم والله دي حاجه صحيه، دي حاجه مش صحيه، دي حاجه مصنعه، دي حاجه مش مصنعه. ابقى عندي البيزك كده وعي على انا باكل ايه. الخطوه الثانيه هي ان احنا نفرق ما بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي. الجوع الحقيقي ده بنحسه في جسمنا، بنحس ان انا مثلا بطني فاضيه، بحس ان انا عندي صداع، بحس ان انا طاقتي قلت، ما بحسش بيه من خلال المشاعر زي الجوع العاطفي. الجوع العاطفي بيبقى محدد والاكله محدده. يعني انا عايزه دلوقتي شوكولاته، انا عايزه دلوقتي ايس كريم، ده مش جوع حقيقي، ده جوع عاطفي. الجوع العاطفي عاده بيبقى جاي من فكره ان احنا عندنا مشاعر، المشاعر دي احنا مش قادرين نتعامل معاها. اقلب على طول من غير ما نوطي عشان العين ما تفصلش تاني، ولو انت عايزه تشيل الطاسه شيليها شويه ونرجع نحطها مره ثانيه. فالاكل العاطفي بقى بيبقى جاي من خلال ان انا عندي مشاعر، المشاعر دي انا مش قادره اتعامل معاها، فبضطر اتعامل معاها من خلال الاكل، ان انا مش عارفه اعمل بيها ايه. يعني فعلا زي ما بنسمع ان في يقول لك ده جوع اكتئاب، هو صح. فعلا في حاجه اسمها، يعني بنسمع كتير ده جوع اكتئاب فاكل كتير، صح؟ فده برضو انا ازاي اتحكم فيه؟ لا، وفعلا من اكتر الحاجات اللي بشوفها بالذات مع الستات والبنات، لان احنا كائنات عاطفيه جدا، ان احنا معظم الوقت ما بناكلش بسبب الجوع، احنا بناكل بسبب الزهق، الملل، وحده. فمهم قوي ان احنا نفهم الفرق ما بين الحاجتين، ان احنا نعرف يعني ايه مشاعر غير مريحه، ونبقى عارفين ان المشاعر دي احنا محتاجين نتعامل معاها بطريقه بعيده عن الاكل، من خلال ان احنا يبقى عندنا الوعي ان احنا نفهم ان دي حاجه مش مضره لينا. يعني مثلا الزهق، احنا لو فكرنا في الزهق، الاطفال حتى في علم النفس
بيقولوا للامهات لما يكون عندك طفل زهقان مش لازم كل مره تسليه. سيبي الطفل يزهق. ليه؟ عشان ما تعودش الطفل ان انت تربط زهقه او الوقت اللي عايز يضيعه بالاكل. مش بس كده، عشان ما يتعودش ان هو مش عارف يتعامل مع الزهق، بالعكس هو كل شعور بنحس بيه حتى الغير مريح منهم ليه دور في حياتنا. ليه دور انه مثلا بيخلينا نبقى زهق، مثلا بيخلينا نبقى كرييتيف اكتر، يبقى عندنا ابتكار. يعني انا دلوقتي لو ما بزهقش ايه اللي يمنع ان انا اقضي اليوم كله قاعده على الكنبه باصه في السقف؟ ايه اللي يخليني اقوم ادور على هوايه جديده، اعمل حاجه جديده؟ الزهق. فالزهق بيجي عشان يدينا رساله. طب انت قاعده اليوم كله عملتي ايه النهارده؟ محتاجه تغيري هوايتك، محتاجه تقضي وقتك بطريقه ثانيه، وهكذا. فده مثلا شعور زي الزهق. فجزء كبير من التعامل مع المشاعر هو اللي بيخلينا نوقف الاكل العاطفي، ان احنا نرحب بيها وما نخافش منها. طيب ربنا، في سؤال من ضمن الاسئله المهمه اللي انا طبعا النهارده عايزه اسالها لك، ايه السبب اللي مخلي اغلبنا اكله مش صحي؟ يقول لك انا باكل اكل في البيت كتير، باكل خضار وباكل سلطه، بس في الاول يعني في الاخر يقول لك احنا اكلنا برده مش صحي. صح. في جزء كبير من ده سببه ان احنا اصلا مفهومنا عن الاكل الصحي مش صح، احنا معقدين الموضوع قوي. يعني الاكل الصحي اكل بسيط، يعني انت هقول لك على حاجه عشان برضو نقدر نوصف للناس بالطريقه الصحيحه وكل الناس اللي بيشوفونا النهارده، قولي لي يعني ايه وجبه صحيه؟ يعني طبق كده يبقى فيه ايه وايه وايه وايه، وده يبقى كده احنا وجبه صحيه متكامله. صح. وجبه صحيه يعني يبقى الطبق فيه بروتين، يبقى فيه نشويات، يبقى فيه خضار، ويبقى فيه كميه من الدهون الصحيه على قد مثلا معلقه صغيره للشخص. بس الاهم من كل ده هو ان احنا الدهون الصحيه اللي هي ممكن تكون سمنه بلدي عادي. عادي، مفيش مشكله خالص. سمنه، زبده، اي حاجه عامه في طبيعتها فيها دهون هي دهون صحيه. يعني مثلا زيت الذره اللي بيخليه مش صحي ان هو الذره بيحتاج تعديل كتير جدا عشان يبقى حاجه فيها دهون. لكن لو بصينا على زيت الزيتون، الزيتون اصلا لوحده صحي، فيه زيوت لوحده، فمش محتاج تعديل كتير عشان يوصل للنقطه دي. فالزبده صحيه، السمنه صحيه، زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت جوز الهند، كل دي دهون صحيه ممكن نستعملها عادي. طيب احنا الخطوه الجايه هنعمل ايه بقى؟ هنعمل في الوصفه الكريمه. احنا دلوقتي شوحنا الفراخ وحطينا عليها التوابل، ودلوقتي هنحط لبن جوز الهند، كوبايه من لبن جوز الهند. بصي خلينا نتفق كده مع بعض، في اسئله برضو من ضمن الاسئله اللي ممكن تلفت نظر ناس كتير. من وجهه نظري انا الاكل المصري اللي هو بيبقى دسم قوي، محشي بقى وحمام وممبار وبط والحاجات الحلوه دي، هو اكل مش صحي. خلينا صح. نتفق صح. ازاي نخلي اكل بيتنا، لان برضو ده الاكل اللي احنا المعتاد اللي بنشوفه كل يوم في البيت او مثلا معظم اهالينا بيعملوه، ازاي ان انا اطلع من الاكل ده اكل صحي وجسمي يستفاد بيه وفي نفس الوقت ما ضرش نفسي بعده الاكلات اللي انا قلتها دلوقتي؟ صح. طيب اهم حاجه ان احنا نعرف ان الاكلات اللي اتقل شويه دي مش دورها انها تكون اكل كل يوم. يعني المفروض تبقى مثلا الاكلات اللي زي الحاجات المقليه، البشاميلات، الحاجات دي كلها دورها انها تكون في اكلنا مش اكتر من مره مرتين في الاسبوع. احنا دلوقتي حطينا شويه لبن جوز هند، وحطينا اعتقد ده بهارات اللي حطيناها، كاري. كاري حطينا كاري. صح. وهجيب معلقه عشان احط بيها العسل. حطينا لبن جوز هند، كاري، ونشا، وبنقلب معاهم دلوقتي معلقتين عسل الابيض. ليه دخلتي العسل ما حطيتيش حاجه ثانيه، ولا هي الوصفه لازم الوصفه فيها عسل عشان هي طعمها شويه سويت اند ساور، والعسل بقى هنا ده الفكره كمان ان في المطاعم مثلا بيستبدلوا السكر. ممكن نرفع الازازه، بتاعت نشيل الطاسه بس شويه، ونشيل ايوه شيليها على عين مش شغاله عشان هي هتتنشف قوي منك، وشيلي بقى الازازه اللي فيها لبن دي حطيها وراكي. ازازه، ايوه ايوه جمعت، ايوه الازازه دي. احنا بس عايزين نصور كده. ماشي حلو. هنقلب بقى مع بعض المكونات اللي احنا حطيناها في كوبايه مع بعض، هنقلبها كده بشكل عادي، يعني مش لازم نضربها في حاجه كبيره، عشوائي كده زي ما بنقلب الشاي. بس الكوبايه صغيره شويه مش عايزاها تندلك. فمثلا عشان نخلي اكل بيوتنا المصريه صحي محتاجين نعتمد زي ما اهالينا كانوا بياكلوا عادي، خضار ولحمه ورز. طب المقلي فين بقى؟ يعني لازم ناكل مقلي الصراحه، يعني في ناس بتحس ان الفرايد ده حاجه مهمه وهي دي الحلو، حاجه ممكن الحلوه. نستبدله على فكره بالاكل في الفرن، يعني ممكن نستبدل المقلي بان احنا ندخل الاكل في الفرن، او ناكل مقلي مثلا مره في الاسبوع. مره في الاسبوع مثلا بالظبط. الاكل اللي هو الاتقل شويه مره في الاسبوع، لكن الاكل العادي في البيوت محتاج يبقى بسيط اكتر. محمره مره في الاسبوع بالظبط. انت يعني كسرتي كل احلامي، يعني انا الناس بتحب الاكل المقلي ده كل يوم. ما يخلينا بقى نتكلم في ايه اللي بيخلي الناس اصلا مركزه قوي في الاكل كده. اللي بيخلي الناس مركزه قوي في الاكل كده ان احنا بنستبدل المتعه من الاكل بالسعاده. دي مشكله كبيره قوي في علاقتنا بالاكل. ان احنا مثلا
دلوقتي الانسان اصلا المفروض السعاده مصادرها غير الاكل، تمام؟ فمن المشاكل اللي بتحصل ودي النقطه من يعني من النقاط اللي حضرتك ذكرتيها مهمه جدا، لان في كلنا طبعا بنربط الاكل بالسعاده. يعني مثلا يقول لك انا اصل انا متضايق شويه، طب يلا ناكل، فدي بالنسبه لهم هي دي الايه التغيير اللي هيحصل في حياتهم اللي هو يلا ناكل. ممكن بقى الاكل ده ما بيبقاش متوقف بس على الاكل غدا او عشاء، ده ممكن يكون بقى حلويات وحاجات مسكره بالزبط. ونعمل بقى قعده ونشتري معرفش ايه وبسبوسه ايه، هو ده فعلا العلاقه اللي هي ممكن تكون بتخليهم مبسوطين او سعداء او تخليهم يكونوا غيروا مود. فانا بالنسبه لي بلاش فعلا نربط بين السعاده ونربط بين الاكل، فطبعا لما بنربط بينهم الدنيا بتخرب خالص. لا هو ما فيش مشكله ان احنا نبقى عندنا سعاده من الاكل، بس يبقى في حاجات تانية بنتبسط بيها ويبقى الاكل مجرد مصدر متعه. متعه يعني حاجه وقتيه بتدينا سعاده بسيطه وتروح. المشكله بقى ان احنا ما بيكونش في مصادر سعاده تانية، ان احنا بنفضل كل لما نخلص اكل ناخد اكل تاني. وبدل ما نركز في علاقاتنا، نركز في الحركه، نركز في الحاجات التانية اللي بتدينا سعاده. دلوقتي بنحط الفراخ. من ضمن بقى الاسئله اللي عايزه اسالها لك، في ناس تقول لك اصل التوابل مش مهمه او مش 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 مفيده او مش مهمه قوي في الاكل. يعني دي مهمه جدا، مهمه جدا. طب قولي لي، هي مهمه عشان بتدي طعم حلو ولا مهمه كجسمنا محتاجه؟ لان في ناس كتير تقول لك الطباخ الشاطر ما بيحطش توابل كتير، يعني دايما يقول لك اي شيف ما بيحطش توابل كتير، الاكل برده بيطلع حلو. لكن انا بشوف ان التوابل لما بنستخدمها في الاكل، بودره بصل، بودره ثوم، نستخدم فلفل، نستخدم ملح، نستخدم كاري، نستخدم الحاجات الحلوه دي كلها، بتدي طعم حلو في الاكل. صح. بس في ناس تقول لك ان الجسم دي بتتعب المعده، الحاجات ده الكلام ده صح ولا غلط؟ لا، التوابل التوابل مش بتتعب المعدة، بالعكس التوابل مهمة جدا للهضم. وكمان في انواع توابل ممكن تساعدنا ان احنا نقلل الكريفنجز بتاعتنا او النهم بتاعنا للاكل. زي ايه؟ الكمون، القرفة، الكمون، الحاجات دي كلها بتساعد. الجنزبيل طبعا من الحاجات المهمة جدا، بيقلل كمان الالتهاب في الجسم. فالتوابل بتساعد ان احنا لساننا يبقى عنده حاسة التذوق بتاعتنا تبقى حاسة بالانبساط من الاكل، فتخلينا يجي لنا نهم اقل على الاكل. طب حلو قوي. احنا كده يا لبنى قدامنا قد ايه عشان نختم الفقرة؟ احنا خلصنا الفراخ، ممكن بقى نقدمها. نقدم الفراخ، هنحط حاجه تاني ولا خلاص كده؟ لا، هنحط جنبها الرز بس، او مش هنحطه في نفس الطبق. ماشي، اوكي، نقدمه كده مع الاكله. طبعا كلنا شايفين انها اكله سهله وبسيطه وفيها صوص حلو ممكن يتحط على الرز الابيض اللي احنا هنقدمه لحضراتكم دلوقتي، وفيها فراخ، وممكن نعمل جنبيها بقى اي حاجه سوتيه كده، ممكن نعمل جنبيها جزر، نعمل جنبيها كوسه، نعمل جنبيها فلفل الوان. بنشكرك جدا يا لبنى، كانت فقره جميله، وان شاء الله تكون عجبت كل الناس اللي شافتنا النهارده. مشاهدينا كده كل فقراتنا انتهت، يا رب تكون عجبت حضراتكم. استنونا وحلقات متميزه دايما من هو هنا. اشوفكم على خير، الى اللقاء.